زمان اول ما رحت النادي الاهلي كنت خارج من بوابه النادي، ففي تشابه ما بيني وبين سيد عبد الحفيظ شويه. فانا خارج الكابتن اهو، الكابتن اهو بقى، فهم بيسلموا عليا ازاي كابتن سيد عامل ايه. استغربت جدا طبعا، كنت مكسوف، مش بحبها كلها، ولكن في بعض الاراء محترمه جدا، وفي ناس بتعمل فيديوهات محترمين جدا ورايهم كويس حتى لو هم مش نجوم، وفي ناس صعبه قوي يعني، ممكن تقول لها صباح الخير تدخل تشتم. الناس دي مش بعرف اتعامل معاها. بشتم؟ هتقولي انت شخصيه عامه، هو مباح له اللي هو مش بشتمه بنفس الاسلوب اللي ممكن يشتمه، ممكن اقول له كلمتين يوجع. عين ألف لام ده الاسم الأول، ميم ألف لام برضو، الاتنين دول حتى أسلوب النقد لا يليق بناس بتكتب بشك بقالها كتير. ناس شغالة ببعض المواقع رأيها مش بيعجبني، بتهتم بمصالحها بس، مصلحته هنا يبقى دي أحسن ناس في الدنيا، مصلحته هنا ملوش مصلحة يبقى دول أسوأ ناس في الدنيا. ما بحبش أتعامل مع الناس اللي بالشكل ده. أكيد هلغي ذكرى الألم اللي اتعرض له جماهير النادي الأهلي في مباراة إنبي، خسرنا الدوري على آخر مباراة رغم إن إحنا كنا ماشيين كويس جدا في الدوري بشكل كبير، وكنا ماشيين مركز أول طول السيزون، المباراة دي ضيعت مننا الدوري. الحمد لله ما بقلقش، بعرف اتعامل مع كل المواقف، عندي ثقة في نفسي الحمد لله كبيرة جدا. بدي نفسي كحياة وكتخطيط لنفسي، بدي نفسي 9/10. واحد بيفكر الشغل الأكاديمي ومدرسة في الضحك على الجماهير، ده وجهة نظر. مذيع اسمه أحمد جمال اشتغل على قناة نادي الزمالك، قال لك ده مين ده وكان بيعرف يلعب، مش عارف ازاي لما بالتاريخ ده كله ما بعرفش يلعب، امال مين اللي بيعرف يلعب؟ راجل حقق انجازات وبطولات كبيرة جدا مع جيل عظيم، بيحترم كل الناس، لما بيشتغل في الإعلام ممكن يكون بيعمل مشاكل شوية. إشاعة لما مشيت من النادي الأهلي وقال لك اتخانق مع مانويل جوزيه وشتم والكلام ده، لا أساس له من الصحة. علشان نوعية البرنامج بتاع من نوعية البرامج اللي بتعجبني، أنت تروح كضيف قول اللي أنت عايزه. أحيانا بتبقى بتتكلم حاجات بره الكورة، مش طول الوقت بتصنف كورة، مش لازم تروح البرامج اللي كلها كورة وتحلل كورة، مهم جدا توري الوجه الآخر من شخصيتك. انت اللي جيت لي برجليك. خلي بالك عشان ممكن احرجك، لان انت ما تعرفش شخصيتي. انتظروني في شيخ الحاره والجريئه سيزون 2021 على القاهره الناس.